الإخوان والأخوات، أصدقاء ومتابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في كبسولة جديدة غادي نتكلم فيها على كنار المغرب، الفنان المغربي الأصيل عبد الواحد التطواني أمد الله في عمره. هو رائد من رواد الأغنية المغربية المتميزين من موارد مدينة تطوان في 12 مارس 1944 بدرب اللبادي، وهو من عائلة تطوانية معروفة ترعرع في زوم موسيقي. فوالده كان كيحيي مرة كل أسبوع أمسية موسيقية للطرب الأندلسي والموسيقى العربية، وكان كيردد مع والده مقطوعات للشيخ أبو العيلة سلامة حجازي، الشيخ حنطور وأمين الحسنين وصلاح عبد الحي عبد السروجي والسيد درويش وأم كلثوم وكامل الخلعي وغيرهم. وحتى جدو الحاج الهاشمي كان أول من فتح بمدينة تطوان دكان لكراء الكراموفون، الشيء اللي ساعده يتعرف عن قرب على كل هاد الأصوات اللي ذكرت. بدأ دراسته بالكتاب القرآني، ومن بعد مدرسة البعثة الفرنسية، ومن اللي تنفى الملك محمد الخامس قرر جدو إبعاده عن المدرسة الفرنسية والتحق بمدرسة المعهد الحر ثم الأهلية الحسنية. تولى تكوينه الموسيقي الأولي الفنان عبد السلام السعيدي والفنان سلام الدريدب والفنان أحمد الشنتوف بالمعهد الموسيقي لمدينة تطوان لمدة ديال 7 سنوات. عرف بمدينة تطوان بلقب الفنان الصغير لاشتغاله في إحياء حفلات الأعراس مع أساتذة ومشايخ الموسيقى الأندلسية كالأستاذ أحمد الدريدب ومحمد القفل وسلام الدريدب، ولعب منها التيك الذهبي اللي كان صاحبه هو الفنان الشاعر سليم الهلالي، دور مهم في الاحتكاك القوي لعبد الواحد التطواني حيث لقى نفسه مؤهل للتعامل مع أكبر الملحنين واللي كيتعتبروا البصمة القوية في تاريخ الأغنية المغربية، خصوصا المرحوم عبد القادر الراشدي ومحمد بن عبد السلام والهربي الكوكابي وعبد الله عصامي والحبيب الإدريسي ومحمد الصادق مكوار وعبد الرفيق الشنقيطي ومحمد بن الخياط وغيرهم من الملحنين الكبار. ناهيك عن مجموعة جميلة من باكورة ألحانيه اللي قام بغنائها بنفسه أو سندال مجموعة من الفنانين المغاربة كسعاد محمد ونادية أيوب وفاطمة مقدادي أمال عبد القادر حياة الإدريسي محمد علي نزار الشعباوي الباشير عبدو عزيزة ملك رشيدة طلال وغيرهم من المطربين. عيش وجيل ومارس ضمن كل الأجواق الرسمية بدون استثناء ما هذا جوق الدار البيضاء، وفي سنة 1960 التحق بالجوق الوطني للإذاعة والتلفزة المغربية كعازف على آلة العود. انطلق مشواره الغنائي بافتتاحه للبث التلفزي للإذاعة والتلفزة المغربية بأغنية آلش يا غزالي سنة 1962، ليكون أول وجه فني يفتتح البث التلفزي مع الفنانة الحاجة الحمداوية. تم التحاقه سنة 1964 بجوق إذاعة طنجة مع الراحل عبد القادر الراشدي، وما لبث أن انتقل إلى جوق فاس ومكناس الجهويين. 3 مارس 1968 التحق كمطرب بالجوق الملكي بأمر المرحوم الملك الحسن الثاني للفنان عبد الواحد التطواني مساهمات في التمثيل المسرحي، حيث شارك في 1967 بدور البطولة في مسرحية بنة الوطن وهي أول أوبيرا مغربية بعد الاستقلال مع كبار المسرحيين. 1997 شجرت الأوفية مسرحية غنائية وطنية مع الفرقة الوطنية لمسرح محمد الخامس. 1998 الأبطال مسرحية غنائية وطنية مع الفرقة الوطنية لمسرح محمد الخامس. 1998 المسرحية الغنائية أبل تربح مع فرقة مسرح النخيل المراكشية. الفنان عبد الواحد التطواني
هذا لو يسمى لك الاستحقاق الوطني، عضو في العديد من الجمعيات المهتمة بالفن، نتمنى له الصحة والعافية وطول العمر والمزيد من الإبداع والعطاء الراقي. أحبائي، حتى نتلقى في كبسولة قادمة إن شاء الله تعالى. تحياتي الصادقة.